السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جمعة مباركة عليكم حبيبي إن شاء الله. احنا النهاردة طبعا الجمعة، وقلت ايه أشارككم الأكل بتاعنا النهاردة. احنا عملنا كذا مرة مع بعض وكل حاجة، وطبعا السبانخ اللي أنا كنت حطيتها في الفريزر حبيت إن أنا أعملها معاكم علشان تبقوا متأكدين من الطريقة، ان هي حلوة جدا جدا، بدل ما تبقى يعني الخضار بالذات بيبقى مهيش الدنيا كده، لا بالطريقة دي حلوة كده ويتعين في الفريزر. طبعا انا هنا بشرة البصل، عاملة حساب الكوسة وعاملة حساب السبانخ والطماطم اهيت. طبعا هنا انا كنت مولعة على السمنة والزيت، حتى حتة وحتة بصراحة. وطبعا ايه هشوح البصلة كده وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. في الحلة التانية كده حطيت معلقة سمنة، والحلة طبعا سبتها تسخن، وبعد كده هدي صدمة للحمة بتاعتنا. وهنا معايا بصلايه وطماطميه مبشوره، وهسيب اللحمه كده ايه تاخد وتدي مع بعض مع الحاجات دي. وهنا البصله اهي تتشوحت، يا دوب تصفر كده بس. نزلت بالطماطم، طبعا هحط لها شويه بابريكا وشويه من معلقه من الصلصه. هاي بصوا ورق البولة والحبهان او ورق الغار، الفلفل الاسود طبعا ما نكترش جامد عشان الايه الشوربة بتاعتنا ما تبقاش غامقة. ونحط هنا برضو على الصلصة فلفل اسود، يعني ايه بالمرة كده واحنا ايه فاتحين البرطمان بتاعنا او العلبة بتاعتنا بتاعت التوابل. ريحتها كانت خطيرة. الإضاءة والله ظلمة التصوير تماما. هنا حطيت ايه شوية من السكر، وهنا طبعا في الصلصة برضو نحط شوية من السكر عشان الحموضة. تمام كده. طبعا انا هنا كنت بقولكم انا عاملة الصلصة بتاعت الطبختين مرة واحدة كده ونخلص. الفرن لو كان شغال عندي بقى كنت حطيت اللحمة بعد ما تتسلق نص سلقة كده، واحط بقى الكوسة والسبانخ في الطاجن كده في الفرن. يا سيدي هنا حسيت ان هي عايزة تتزود، انا كنت حطيت طماطم معاكم في الفريزر فرستها ازودها شوية. وهنا نزلت بالمية للحمة وحسيبها كده ايه تتسلق. بصوا شايفين شكلها زي العسل، تستاهل بقكم اهي. بصوا شايفين ما شاء الله. وهنا هنحط حتة سمنة اهي وشوية من الزيت. حطينا شوية من الشعرية كده علشان خاطر الرز بتاعنا. كده الاكل كله خلص كله مع بعضه ما شاء الله. بصوا يا حبايبي نصيحة مني، عايزة الشعرية كلها تطلع لون واحد وموحد وتتحمر معاكي بسرعة، تحط لها شوية ملح، وكذا مرة في الفيديوهات بتاعتي انا قلتها. بعد ما الشعرية اتحمرت نزلت بالرز، طبعا بتبقي غسلة ومحضرة ومصفية من المية كويس. لازم تشوحيه كويس جدا كده بقى الرز عشان يتغلف معاكي بالمادة الدهنية بتاعتك
ويطلع مفلفل معاك وزي الفل. ايا كان بقى، حابة تحطي شوربة، حابة تحطي مية، بتضيفيها. خلاص هناخد من الصلصة بقى بتاعتنا، شايفين ما شاء الله اتسبكت ولونها زي الفل ازاي. الجو كان تلج بقى على فكرة، ده انا هنزله النهاردة الجمعة، بس هو كان الجمعة اللي فاتت. طبعا هنا بقولكم شايفين الرز ما شاء الله استوى اهوت ومفلفل زي الفل ازاي. وطبعا اللحمة استوت، حطيتها في الصلصة كده نص سوا، وحطيتها ايه تاخد وتدي في الصلصة كده عشان تبقى ايه مطعمالي الصلصة بتاعت السبانخ. شايفين السبانخ اللي انا كنت مفرزاها معاكم، هي دي الطريقة. انا والله العظيم حبيت ان انا اعملها معاكم عشان خاطر ايه تبقوا مطمنين وتبقوا متأكدين ان هي حلوة الطريقة دي. بصوا خضرة ازاي. هنا بقولكم كنت سرحانه مش عارفه ليه، بقولكم انا طلعت اللحمه وحطيتها في الصلصه وايه اتشوحت في الصلصه كده، تاخد وتدي شويه عشان تستوي، وكذلك الكوسه اهو. وكده الاكل بتاعنا خلص. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، اسيبكم في رعايه الله، اتمنى ان تكون مشاهده ممتعه باذن الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، واستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. اتمنى منكم ما تنسوش اللايك الحلو من ايدكم الجميله، ودعوه حلوه بظاهر الغيب، واسيبكم في رعايه الله يا احلى اخوات واحلى عيله.